من خطا التحكيمي ما حسبش الهدف في كرة في رايه تجاوزت خط المرمى للاعب تشافي هرنانديز. ثم بعدها المباراة ممكن حسرت في وسط الميدان، وخاصة يلاحظ تفوق دفاع خطافي على هجمات الكاتالونيا. لكن يتقدم ميسي، يتقدم والأروع، الله يا أرجنتيني، الهدف الثاني من ليو ميسي، هدف ولا أروع عالمي، الهدف الثاني لميسي، هدف الثاني لليو ميسي اللي يوهان كرويف من أيام قال يلزم نلقاو له عنوان خاص، يعني ليس أنا فقط أبحث عن اسم خاص لميسي، حتى الكبارات، حتى يوهان كرويف المايسترو، هدف 39 وسط الاهات وسط الصيحات، ميسي ميسي ميسي، شوفوا اللي بداها هو اللي ياخذ كرة يستقبلها بين ثلاثة يسدد لا تسد ولا ترد، هدف ثاني ولا بالأحلام، الله يا ميسي الله يا ميسي، فيلم من وراء فيلم، شريط من وراء شريط، يعني سي دي من وراء سي دي، دي في دي، اسمه آلاف الأهداف، اسمه آلاف اللقطات، اسمه آلاف الفنيات، اسمه ليو ولقبه ميسي. شد راسك يا جوارديولا، عندك الحق، شد راسك وجعلي راسي ميسي.